مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أفاد مصدر للنبأ بمدينة بنغازي بوقوع 4 قتلى و17 جريحا في انفجار سيارة مفخخة بساحة الكيش وسط المدينة. المصدر قال إن الانفجار وقع أمام مقاهي الكيش، مضيفا أن سيارة الإسعاف باشرت بإسعاف المصابين. هذا وكان شاهد عيان قد أكد أن حالة من الهلع أصابت المكان الذي تملأه أشلاء القتلى حسب وصفه. استنكر المؤتمر الوطني العام ما وصفها بمجزرة شبنة والتي تم العثور فيها على جثث ملقاة في القمامة بشارع الزيت بمدينة بنغازي. المؤتمر الوطني طالب من وصفهم بشرفاء ليبيا بضرورة التحرك لنصرة أهل بنغازي سواء على الصعيد السياسي أو الحقوقي أو العسكري، مؤكدا أن عملية الكرامة تتخذ شعار من ليس معنا فهو ضدنا، منوها إلى أن من ارتكب الجريمة قد تجرد من إنسانيته وأدميته. وكما أشار البيان إلى انكشاف المجتمع الدولي وازدواجية معاييره في التعامل مع مأساة بنغازي ودرنا وغيرها من مواطن الكوارث والمحن. أكد شهود عيان من مدينة الزاوية سقوط قذائف عشوائية على منطقة الحارة ومنطقة ولاد عجينة وسط المدينة. المصادر قالت أن الحركة في منطقة وسط المدينة متوقفة والمحال التجارية مغلقة بسبب الاشتباكات والرصاص العشوائي المتبادل بين الطرفين، مضيفا أن المدارس والمعاهد في المدينة أغلقت أبوابها أمام الطلبة بسبب تردي الأوضاع الأمنية داخل المدينة. قال مراسل نبأ في مدينة درنا إن ميليشيات الكرامة احتجزت شاحنة وقود بمنطقة كرسة كانت في طريقها للمدينة. مصدر للنبأ أفاد أيضا بمصادرة ميليشيات الكرامة في إحدى النقاط الأمنية بمدينة جدابية شحنة إغاثة كانت متوجهة إلى درنا تحمل على متنها كميات من المواد الغذائية وبعض المستلزمات الأخرى، حيث قامت ميليشيات الكرامة بتحويلها إلى مكتب الأوقاف وشؤون الزكاة جدابية، فيما تعد هذه الشحنة الثانية التي كان من المفترض أن تصل إلى مدينة درنا لتوزع على الأسر المحتاجة بالمدينة ضمن الحملة التي تجهز لها جمعية درنا الخيرية. ختام الموجز، إلى اللقاء.